استبعدت المتحدثة باسم البيت الأبيض احتمالية أن تكون روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات بحسن نية لتحقيق السلام في أوكرانيا بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستركز على تزويد الأوكرانيين بالأسلحة لمواجهة القوات الروسية. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال 24 ساعة الماضية 7 ضربات صاروخية و18 غارة جوية وأكثر من 85 هجوما بأنظمة إطلاق صواريخ متعدد، استهدفت بالأخص البنية التحتية المدنية لمدينة كراماتورسك وأقاليم دونيسك وزابوروجيا وخيرسون. قال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إن العالم يقف حاليا أمام منعطف تاريخي ويصطدم بتحديات خطيرة ومشاكل إقليمية وعالمية، مضيفا أن مجموعة 7 ترفض بشدة أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو التهديد أو استخدام الأسلحة النووية، وتؤيد نظاما دوليا يقوم على سيادة القانون. أمر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول مساعديه بالنظر في تعليق اتفاقية خفض التوتر العسكري بين الكوريتين لعام 2018، إذ انتهكت كوريا الشمالية الأراضي الكورية الجنوبية مرة أخرى، وتهدف الاتفاقية إلى وقف المناورات العسكرية المختلفة التي يستهدف كل طرف من خلالها الطرف الآخر على طول خط ترسيم الحدود العسكرية. أعلنت الفلبين ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت أجزاء من البلاد إلى 52 قتيلا، بينما لا يزال 18 شخصا في عدد المفقودين، وأضافت أن 163 ألف أسرة أو 640 ألف شخص قد تضرروا من الفيضانات العارمة، ولا تزال بعض المناطق تشهد انقطاعا في إمدادات الكهرباء والمياه. بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربا عن أطيب التمنيات بهذه المناسبة وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام. أعلنت وزارة الصحة إصدار 3,524,809 قرارات علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية بلغت 14,516,000,000 جنيه، وذلك خلال عام 2022. يأتي ذلك في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة. أكد وزير التموين افتتاح عدد من معارض أهل رمضان بالمحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وجري إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية، موجها بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى مع المنافذ المتنقلة ومنافذ جمعيات بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض أهل رمضان.